الألف وقبل التاء، بعد الألف وقبل التاء. أنا الألف أول حروف الهجاء. أنا الألف أول حروف الهجاء. أنا حرف الباء. أنا حرف الباء. بعد الألف وقبل التاء. Yeah.
أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرة المسابقات. أحبائي، لقاءنا اليوم سيكون مع حرف الواو، أي أن جميع إجابات المسابقة تبدأ بالحرف نفسه، كما أن لقاءنا سيكون بين فريقين. الفريق الأول تفضل. الحسين محمد نزاع. أنا عدنان يوسف أزبك. محمد حسن عمر البيتي. الفريق الثاني. حسين حسام بخاري. رندة طلال السلمان. رباه عمر صبر. أحبائي، بسم الله نبدأ، والسؤال يوجه للفريق الأول. هي بقعة خصبة في الصحراء توجد فيها المياه ويمكن زراعتها، وبذلك يكثر فيها السكان بالنسبة للأماكن الصحراوية التي يقل فيها الماء. السؤال، بماذا نسمي البقعة الخصبة وسط الصحراء؟ الواحة والإجابة صحيحة، ويحصل الفريق الأول على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الثاني. يصنع من لب وألياف نباتات متعددة بطريقة كيميائية، كما يصنع من الخرق البالية ولب الخشب. يعتقد أن الصينيين هم الذين اخترعوه ثم أدخله التجار إلى أوروبا. السؤال، ما هو؟ الورق. الورق والإجابة صحيحة، ويحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الأول. هو أحد الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى القلب، وهو يشبه الشريان، ولكن جدرانه أرفع وله صمامات موجودة على مسافات لمنع الدم من الرجوع أو السير في الطريق الخطأ. السؤال، ما هو؟ الوريد. الوريد والإجابة صحيحة، ويحصل الفريق الأول على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الثاني. لدينا أنشودة سنشاهدها بعد قليل، والمطلوب معرفة كم مرة تكرر حرف الواو في كلمات الأنشودة. Thank you.
شاهدنا الأنشودة نود أن تذكروا لنا كم مرة كرر حرف الواو في كلماتها. أربع مرات والإجابة صحيحة، ويحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الأول. هو خيط خشن مصنوع من ألياف حيوانية أو نباتية، يستخدم في الآلات الموسيقية، ويختلف العدد المستخدم من في كل آلة عن الآلات الأخرى. السؤال ما هو؟ ما هو؟ السؤال ينقل للفريق الثاني. هو خيط خشن مصنوع من ألياف حيوانية أو نباتية، يستخدم في الآلات الموسيقية، ويختلف العدد المستخدم من في كل آلة عن الآلات الأخرى. السؤال ما هو؟ الوتر، والإجابة صحيحة، ويحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الثاني. صفة من الصفات النبيلة حسن ديننا الإسلامي على التحلي والوفاء بها. السؤال ما هي هذه الصفة والتي يبدأ اسمها بحرف الواو؟ الوعد، والإجابة صحيحة، ويحصل الفريق الثاني على 10 درجات. أحبائي، وفي نهاية المسابقة يتضح لنا أن الفريق الأول حصل على 20 درجة، والفريق الثاني حصل على 40 درجة، أي أن الفريق الثاني هو الفريق الفائز في هذه المسابقة. شكرا لكم أحبائي، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي يضحكك يا مازن؟ أنا أخبرك يا أحمد، لقد كنا نتحدث عن موضوع وحدات القياس، وقد كان الأمر مضحكا أن أراك تستخدم المسطرة وبين يديك الأدوات الهندسية، وقد أتينا لكي نواصل الحديث معك عن هذا الموضوع. حسنا، أنا مستعد لأي مساعدة تطلبونها في هذا الموضوع. لا شك أنك تعرف الكثير عن وحدات القياس لأنك محب للرياضيات والمواد العلمية، ولا بد يا أحمد أن نخبرك ببداية الموضوع. فقد كنت أقول لمازن أن السنتيمتر والمتر والكيلومتر لكل منهم استخدام في مجال معين. ماذا تقصدين يا خلود؟ أقصد أن السنتيمتر يستخدم في قياس الخطوط المستقيمة، والمتر يستخدم في قياس مساحات الغرف، أما الكيلومتر فيستخدم في قياس أطوال الطرق. هذا صحيح يا خلود، لكنني كنت أقول لخلود أن هناك وحدات قياس أخرى. لا أعتقد يا مازن أن هناك وحدات غير التي قلت. يبدو أن هذه هي نقطة الخلاف بينكما، ولذلك حضرنا إليك. فما رأيك يا أحمد؟
رأيي بصراحة يا خلود أن كلام مازن معقول، فعلا أن هناك وحدات قياس أخرى غير التي ذكرتيها. غير معقول؟ لا تستعجلي يا خلود، فعندما مثلا تريدين أن تشتري تفاحا أو برتقالا، فهل يوزن لك بالسنتيمتر أو الكيلومتر؟ لا طبعا، يتم وزنه بالكيلوغرام. مثال جميل يا أحمد. فتقولين مثلا لقد اشتريت برتقالا وزنه 3 كيلوغرامات أو 4 كيلوغرامات. هذا صحيح. إذن المقاييس وحداتها تختلف حسب النوعية. لا شك أن خلود قد اقتنعت بهذا الكلام، ولكن عندي سؤال يا أحمد، لعلي أستطيع الإجابة عليه. عندما ذهبت إلى محلات الذهب والمجوهرات سمعت البائع يقول إن هذا الخاتم عيار 21 وإن هذا العقد عيار 18، فماذا يعني بذلك؟ هذا سؤال صعب، فلو سألت البائع لاستفدنا من الإجابة. بالعكس يا مازن، إن إجابته سهلة، وهي بالطبع لا تخرج عن حديثنا. يقصد يا مازن ويا خلود بعيار 18 أن هناك 18 جزء من الذهب والستة الباقون معادن أخرى مختلطة مع الذهب، وكذلك عيار 21. فيقصد أيضا أن هناك 21 جزءا من الذهب وأن هناك 3 باقون معادن أخرى مختلطة مع الذهب، والمقصود بذلك وحدة القيراط التي لا تعتبر وزن وإنما تعتبر نسبة محددة. أحسنت يا أحمد، لقد كانت إجابتك واضحة ومفيدة. والآن دعنا نذهب حتى لا نشغلك كثيرا عن واجباتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Thank you.
بعد الألف.